عليكم. السلام عليكم. أنا المهندس عبد الله. المهندس حسين فتحي. إن شاء الله النهاردة امتحنا BMB وصرنا BMB certified والحمد لله بفضل الحمد لله بفضل جهود طبعا المهندس إيهاب وتعليماته من day one والحمد لله يعني وعينا اجتزنا الامتحان وكنا مرعبين جدا وبتمنى من الشباب اللي لسه ما وصلت لراوند فور توصل لراوند فور انه هي فيها الزبدة والاختصار لكل شيء. ومهندس حسين السلام عليكم مرة تانية. اولا الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. يعني انا يعني اولا بشكر يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى بشكر المهندس هاب وده مش فيديو بقوله او كلام بقوله مجرد انفعالي او اكشن رياكشن حصل بعد ما خرجت من الامتحان. لا فعلا الراجل ده تعب معانا جدا وصبرت كبير جدا لنا وفي مراحل معينه انا فعلا كنت هقف فيها لقيته صبرت معايا وبصراحه ربنا يجزيه كل الخير ومش هنسى اتنين بصراحه يعني اولا مهندس هاني جزا الله كل الخير ده جالي في مرحله فعلا كانت الامور كلها بالنسبه لي وقفت خالص لقيت المسج بتاعته جايه فبشكره. مهندس محمد شحاته برضو يعني شكر لكل الجميع يا جماعه. المهندس ايهاب مهندس ما شاء الله كفء جدا مهندس فعلا هيفضل وراك لغايه ما تاخد BMB مش هيسيبك. ما تزعلش من كلامه ما تزعلش من بليز ابديت ما تزعلش من كلام اللي بعته لك بالعكس هو عاوز في الاول والاخر عاوز مصلحتك. صح. فانا بشكره جدا وبقول له شكرا جزيلا وربنا يجعله في ميزان حسناتك وشدوا حيلكم يا جماعه ركزوا على راوند 4 راوند 4 راوند 4 ركزوا عليها جدا وحاول تفهم الاسئله ما تحفظ بس لا حاول تفهم وبعدين تحفظ برضه لان الموضوع مشكله في الوقت مشكله كبيره يعني فربنا يعينكم ان شاء الله وبالتوفيق للجميع. شكرا جزيلا.